اهلا بيكم من جديد. وصلنا لاخر فقراتنا، فقره سهم وقوس. ودايما هنا في الحرك ابيض دايما بنتشرف باستضافه النماذج الموهوبه، النماذج الشاطره والمبدعه، وخاصه كمان لما بيكونوا ايه بقى، لما بيكونوا زملكاويه، زملكاويه كده زينا وبيحبوا الفانيلا البيضاء، بيكون الموضوع مميز جدا. عشان كده النهارده في فقره سهم وقوس، في حلقه النهارده منورنا الحقيقه كابل زملكاوي جميل جدا. معانا النهارده مها جميل وعلي عبد الفتاح، الحقيقه اتنين فنانين تشكيليين يا جماعه، موهوبين جدا. والاثنين بقى ايه، اجتمعتوا سوا طبعا في حب مش بس الزمالك، في حب الفن والزمالك. فهنتكلم بقى معاكم النهارده في تجربتكم، وهنتكلم معاكم بقى في مشواركم وازاي بداتوا. احكي لي بقى، نبدا بعلي الاول، هو يحكي لي ولا انت اللي تحكي لي؟ لا لا، هو احكي لي، اتعرفتوا على بعض ازاي الاول؟ لا، هو يعني احنا اتعرفنا على بعض من خلال الدراسه في بدايه حياتنا. لقينا نفسنا ان احنا الاثنين عندنا نفس الموهبه، نفس الكاريزما، الفن اللي احنا بنعمله، عندنا افكار عايزين نطبقها جديده، حاجات جديده نعملها. ابتدت الموضوع ان احنا بقينا اصحاب يعني اكتر من. انتوا الاول انتوا اتعرفتوا على بعض امتى؟ يعني انت بدايه التعارف احكي لي، احكي لي. بحب، بص، بحب الحاجات دي اسمعها من البنات بصراحه. احكي لي انت سنه تقريبا سنه 2010. 2010 انتوا كنتوا ساعتها بتدرسوا ولا اتعرفتوا على بعض فين؟ لا، كنا بندرس معهد ترميم اثار سنتين. هو المعهد انا كنت رحت هناك وقدمت يعني وكده، فشفته اول حد شفته في المعهد على طول. يعني انتوا مع بعض من 2010 اتعرفتوا على بعض ايام الدراسه. طب انت بتقولي ترميم اثار، طيب ايه بقى اللي حصل وايه اللي خلاكوا تروحوا فنون جميله؟ صح، درستين فنون جميله. احنا دخلنا مع ترميم اثار كمعادله عشان ندخل كليه فنون جميله يعني. طب وانتوا الاثنين يعني كنتوا متفقين على ده؟ يعني فكره ان انتوا الاثنين تتقابلوا هناك في ترميم اثار وبعد كده تقرروا ان انتوا تروحوا فنون جميله مع بعض وتحبوا بعض وتتجوزوا خالص. يعني لا ايه، لا ايه بقى، ايه الحوار؟ لا، كل حاجه بتيجي يعني بتيجي تدريجيا لوحدها. يعني احنا مع بعض الدماغ الاول كانت واحده، بقينا اصحاب، بقينا نفكر مع بعض، بقينا نعمل ورش مع بعض، نشتغل، نعمل حاجات جديده. ابتدينا اننا نخرج اكتر من بره لفكره الدراسه، ان احنا نبدا نعمل مشروعات بره، نشتغل مبادرات. دي ابتدت حياتنا من النقطة دي، يعني هي اللي عرفتنا أكتر على بعض. يعني ملخص رهيب، ملخص رهيب. أنا ما بحبش الملخصات دي، أنا بحب نرغي في الديتيلز دي شوية. فقولي لي أنتوا إزاي أصلاً عرفتوا بقى أن أنتوا الاتنين بتحبوا الفن وبتحبوا الرسم والحاجات دي؟ اكتشفتوها إمتى أن أنتوا الاتنين عندكم عامل مشترك؟ هو مبدئياً يعني حضرتك لما لو مؤمنة مثلاً بفكرة لما تشوفي حد تحسي أن روحه شبهك، دي يعني حاجه جميله جدا. يعني ده حقيقي، انتوا الاثنين بصراحه مرايح. يعني انتوا ازاي شبه بعض كده في موضوع ان انتوا كنتوا انتوا الاثنين في دراسه مختلفه وخليتكم تروحوا لدراسه ثانيه خالص، وان انتوا الاثنين اجتمعتوا عليها؟ ايوه، هي قليله فعلا، حاجه حلوه. بس طيب يعني انتوا قلتوها برضو لبعض ازاي؟ اللي هو انا بحب الرسم قوي يا علي، فهو قال لك انا كمان بحب الرسم يا مها. ولا جت ازاي؟ جت ازاي؟ ده الكلام ده كي جي 1. ايوه. لا ازاي بقى؟ لقيت واحنا في المحاضرات والكلام ده، احنا اوريدي في المعهد بناخد محاضرات عن في مواد ترميم فيها رسم. ترميم فيها رسم، وكل حاجه داخله فيها رسم في المعهد، لان احنا القسم بتاعنا اسمه قسم فنون. انت نسيتي ولا ايه؟ والله الكلام ده من بدري قوي. لا لسه بدري على الكلام ده. بس فكل حاجه داخله فيها الفن، فكل مشروع بنقدمه بنشوف كل اللي في الدفعه بيطلعوا الانتاج ازاي. فانا وهو كنا شبه بعض جدا يعني. أوكي. الاوائل اللي هو نجري ورا بعض. طيب حلو، ورحتوا بقى فنون جميله وكانت دي بقى البدايه للمشوار الحالي. مظبوط. طيب قول لي بقى، انتوا لما رحتوا فنون جميله مشواركم كان في الدراسه عامل ازاي، وايه اول حاجه عملتوها بعد ما اتخرجتوا؟ يعني هو اول حاجه لما دخلنا الكليه طبعا ما رضيتش اقطع عليها يعني. سبتها هي في قسم وانا في قسم تاني، دخلت قسم نحت. اوكي. كنت بس ما كنتش بتساعدها بقى في حاجات وكده مثلا، مزنوقه في الرش على طول، اخليها في قسمها تطلع الاولى بدل ما انا اخش اقطع عليها واطلع الاول يعني. انا بحب الروح الحلوه دي. هي دخلت تصوير زيتي، هي بتحب الرسم اكتر، انا كنت بحب النحت، بس احنا عندنا نفس الموهبه، بنرسم وبنعمل كل الحاجات دي كلها. طيب ايه اللي خلاكوا تتجهوا للجداريات؟ او انت قلت لي كنا بنتكلم انا وانت ومها في الاول، بقول لكم جرافيتي، قلتوا لي لا اللي احنا بنعمله ده مش جرافيتي. مش جرافيتي، حاجه تانية. اسمها ايه؟ فن جداري. عامه فن جداري. طب ايه الفرق ما بين الجرافيتي وما بين الفن الجداري؟ هو الجرافيتي دي حاجه مستحدثه، حاجه نوع جديد من انواع الفن، بيبقى معتمد بس على الكتابات والسبراي الستنسل. لكن الفن الجداري انا اقدر ان انا احط اي خامه، يقبل اي خامه، مش شرط ان انا احط لون بس، ممكن احط خامات تانية الزقها على الجداريه.
يعني الجداري بيبقى متعمق اكتر، لكن الفن الجرافيتي ده نوع من انواع الفنون يعني. اوكي، الجرافيتي ده اللي هو ممكن اي حد يمسك سبراي ويبدا ان هو يلون او يرسم، يفرغ يفرغ على لوحه ويرشها او يكتب كلمه على الحيط. هي كتابه افضل يعني. الاساس بتاع الجرافيتي. اوكي، احنا ده حاجه من الشغل اللي انتوا عاملينه صح؟ انتوا بترسموا بقى لوحه كامله على الجدار، بدل ما بتمسكوا ورقه وتبداوا ترسموا، انتوا بتستخدموا الجدار كهو كانه هو اللوحه. متحف مفتوح يعني. طيب الموضوع ده بيبقى اصعب يعني من ان انت ترسم على ورقه اصعب، ولا انك ترسم على جدار اصعب؟ ايه الاصعب فيهم؟ كلمه بقى هي بقى بالنسبه لها العكس يعني. قولي لي انت بتحسي اني اسهل فكره انك تمسكي حاجه صغيره وتقعدي ترسمي في تفاصيل وهي صغيره في ايدك؟ يعني انا اكتشفت بعد ما رسمت على الجداريات وكده، لا الجداريات اسهل بكتير، ما بتاخدش وقت. يعني انا اي بورتريه او جدار زي كده يعني ممكن ياخد مني ماكسيموم 6 ساعات مثلا، لكن لما برسم على لوحه ورق وكده لا باخد ايام. يعني اللوحه الصغيره بتاخدي عليها ايام، ما انا والجدار الكبير اللي معرفش كام متر ده بتاخدي ممكن تاخديها فيه 6 ساعات بس؟ حقيقي ده لو انا اخدت وقت كتير، بس في العادي بيبقى 4 ساعات. طب هي اللي مميزه قوي ولا أنا مستغربة ولا الموضوع ولا الموضوع فعلا صعب وهي بتقول اي كلام؟ لا بالعكس، هي مها من اول ما دخلنا الكليه كانت بتتكلم معايا دايما انها عايزه ترسم مساحات كبيره. يعني احنا في اول سنه مفيش دكتور بيخلينا نرسم على مساحه كبيره، المساحه الكبيره دي مشروع تخرج. فهي كانت حابه عايزه تعمل حاجات كبيره، لقت نفسها في الجزئيه دي. انا بصراحه انا عايزه من دون مقاطعه لكلامك، انا عايزه اقول لك ان انا مبهوره بالرسمه حقيقي. يعني الالوان كده بتاعت الرسمه والبنوته السمراء الجميله اللي انت رسمها دي شكلها عاجبني قوي كده، بالالوان اللي انت عاملاها لها عجباني قوي الفايبس بتاعت الرسمه، شكلها حلو قوي. انت رسمها كنت رسمها فين الرسمه دي؟ دي في اسوان في جزيره اسمها الفانتين. الفانتين ليه؟ عشان من فوق كده فيها عامله زي شكل جزء منها زي شكل الفيل والزلومه وكده. اسم المعبد هناك. اسم المعبد برضه. فاسمها ايه المدينه؟ جزيره الفانتين. الفانتين دي في اسوان. واسمها برضه جزيره اسوان. اوكي دي حلوه قوي يعني. والرسمه جميله. ودي رسمه ثانيه؟ دي في جزيره هيسا في اسوان برضه. انتوا من اسوان يا جماعه صح؟ انتوا اصلا من اسوان. احسن ناس والله اهل اسوان. الرسمه دي برضه حلوه قوي. قولي انت بترسمي او انتوا بترسموا رسمات بتعبر عن ثقافه والكالتشر بتاعت هي دي فكره اسوان صح؟ الميرال او الستريت ارت او رسم الشارع، قصته ان انت تروحي كل مكان وتطلعي فيه الاحساس بتاعك. يعني الثقافه بتاعت البلد بترسمي الثقافه دي عشان يعني مش عارفه اقولها تعكسي. نتعرف على المكان يعني. احنا في اغلب بيعتبر 90% من الشغل بتاعنا بنرسم المودلز اللي بيبقى موجود في اللوحه من المكان نفسه. مش بنجيب صور مثلا حد من على النت ونحول الصوره، لا بالعكس. يعني رسمتين دول ناس حقيقيين ولا لا يعني تخيل كده؟ لا ناس حقيقيين. البنت الاولانيه دي حقيقيه؟ انا عايزه اشوفها. البنت الاولانيه دي جميله جدا. هي افريقيه. جمال جدا الرسمتين، والسيده دي برده جميله جدا. لان اسوان الناس هناك مولوده بالفطره على الطبيعه وعلى الفن، فهم فاهمين قوي يعني حته الفن دي. عندهم من ضمن ثقافتهم ان هم بيعتزوا بفكره ان يرسموا حد من الواقع. لان زمان كان عندهم مهمه التزيين بتاعه البيت من الخارج. الست هي اللي كانت بتعمل كده. هي اللي مسؤوله عن. احنا بنشوف دايما في النوبه وفي اسوان بنشوف البيوت متلونه وزينه وملونه وفيها الوان. هي في الحفلات كان زمان الست هي اللي بتبقى مسؤوله عن الموضوع ده، وبترسم كمان رمز او سامبل جنب الباب بيرمز لوظيفه زوجها. لو صياد مثلا بترسم له سمكه. يعني على حسب الوظيفه بتاعته. لو سافر الحج ترسم الكعبه او طياره، بتعبر عن كل حاجه. يعني دي حاجه ليها يعني تحت مسمى او جزء من مشاركه مجتمعيه. بتشارك الناس التفاصيل بتاعتها زي زمان ايام الفراعنه كانوا بيدونوا كل ده بالنحت وبالرسم وبالحفر. والسيدات اكتر هي اللي بتشتغل الحاجات اللي هي الحرف اليدويه بتاعت التفاصيل. هي المهتمه بالتفاصيل. ما دايما احنا كستات معلش احنا مميزين في التفاصيل. اكيد طبعا. بس انا بالنسبه لي كمان ان الستات في اسوان بيرسموا، مش بيهتموا بس بالبيت من جوه، لا كمان من بره. دي حاجه مميزه. الرسمه دي، لا الرسمه دي خطيره برضه يا جماعه. كل رسمه حقيقي احلى من اللي قبلها. ربنا يخليك. انا عايز اسالك يعني، هو انت الرسومات دي انت كمان مشارك فيها ولا دي رسومات مها؟
هو احنا الاثنين بنشتغل مع بعض، بس قولي الحقيقة. انا بقى اللي بصور. قولي الحقيقة. انت بتقف تصور؟ لا انا بصور وبرسم بعد كده بقى. بس لا الرسومات حلوة. انا شفت من شوية مصورة راجل، رسمة راجل عفوا، ولد بالجمل صح؟ اللي كانت قبل ديت. لو نحاول ان احنا نجيبها تاني. طب كل مرة بتقرري ان انت بترسمي، انك هترسمي رسمة، هل او لما بتيجوا تقرروا ان انتوا هترسموا، هل بتعملوا سكتش الاول على الورق؟ طبعا. تصور كده مبدئي. بنعمل سكتش وبنعمل المراحل كلها، عشان بيبقى فيه الاول افكار، بنشوف المكان وبعد كده بنقول مكان محتاج ايه، الرؤية بتاعتنا، بعد كده بنحطها في تصميم، وبعد كده بنعرض التصميم ده وبعد كده بننفذه. بتعرضوه على مين؟ يعني لو هيئة معينة مختصة، يعني صاحب البيت او صاحب البيت. بيبقى عايز ان هو يشوف تخيل كده للحاجة اللي هتترسم صح؟ احنا سنويا. لا وكمان هو بيشاركنا بافكاره، يعني انا كفنان ممكن احط التصميم اللي انا متخيله، بس هو كراجل عنده ثقافة اكتر مني بالطبيعة اللي هو عايش فيها، ممكن يضيف لي كتير. يعني في مثلا حاجات من الاخطاء، في ناس بتعمل رسومات بتحط مثلا رموز فرعونية، ممكن ما ياخدش باله ان الرمز الفرعوني ده ممكن يرمز لحاجه مش ايوه، فهو لازم يبقى فاهم معنى. بيرجع لمختص في مختص اثار، بيقول له الحروف دي ايه، فاحنا بنرجع لكل واحد تخصصه في النقطه دي. لا انا عايزاكم تيجوا ترسموا لي والنبي يا جماعه. انا عايز رسم، انا عندي، انا مش من اسوان، مش شيخ زايد، بس ماليش دعوه، لازم نتصرف ونرسم حاجه على الحيطه. احنا جيران على فكره. مش مشكله، هنتصرف في الموضوع ده. دي حاجه بقى بعيده عن النوبه، دي حاجه بعيده عن اسوان، يعني فيها ميكس. فيها ميكس. اوكي، فين رسمتوا الحاجات دي؟ هو ده مكان كورسات، بس احنا بن 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 بنحاول نشجع برضو اي حد في المجتمع، ان احنا يعني مثلا ده مكان كورسات الماني، فاحنا بنشجع ده، بنرسم الطلبه عشان نقول لهم تشجعوا في ثانويه عامه. يعني كانوا متبهدلين، كل سنه بيتبهدلوا بتاع ثانويه عامه، فبنديهم يعني بوزيتيف انرجي. اوكي، بتحاولوا ان انتوا ترفهوا عنهم شويه عشان الضغطه بتاعت الثانويه العامه دي بصراحه بتبقى حاجه صعبه بالتاكيد. طب انتوا بتدوا كورسات او بتعلموا حاجه زي كده؟ بندي دورات وتدريبيه كتير. طب قول لي بقى، انت يعني شاركت في موضوع احنا الاثنين بنعمل كل حاجه، احنا الاثنين بنشارك في النقطه. طب لا، محتاجين بقى انت تحكي لي بقى على موضوع الكورسات والتعليم ده، نديله بقى فرصته يحكي. حاضر. يعني هي المراحل التعليميه عامه بنهتم بكل مرحله تعليميه بالحاجه الاساسيه اللي هم بيهتموا بيها، يعني لو الاطفال بنعلمهم ازاي يعملوا كرتون من البسيط، يعني بحيث ان هم لما بيتفرجوا على كرتون في التلفزيون يعرفوا الحاجات دي ابتدت ازاي او بتتحرك ازاي، وبنخليهم هم اللي يعملوا الحاجه بايدهم عشان يعرفوا بعد كده الموضوع بيمشي ازاي. الاعمار اللي بعد كده بتبقى مهتمه اكتر انها ترسم، تتعلم ازاي رسم، ازاي ايدها تبقى قويه انها تعرف تحرك الخط. في بعد كده اللي هم بيبقوا ماسكين مشاريع، بيبقوا محتاجين ان هم مثلا حد عايز يعمل ماجستير، فبالنسبه له عايز نقط معينه اكاديميه اكتر في الشغل بتاعه. دي بتبقى كل مرحله والاحتياجات بتاعتها. يعني طيب بتشوف انه بيبقى اسهل التعليم لحد صغير ولا حد كبير؟ لو ما عندوش خلفيه فنيه او ما اتعلمش رسم قبل كده، انهي بيبقى اسهل؟ لا هما الاثنين انا بالنسبه لي زي بعض، بس بتفرق في طريقه الاستجابه. يعني في حد عنده استجابه سريعه، في حد لا بيتعب معاه شويه. في حد بيبقى فنان بالفطره، يعني هو جاي عنده موهبه اصلا. ده بيبقى صعب واحد على فكره. يعني ده علشان تبتدي تعلميه اكاديمي بيبقى صعب بالنسبه له، هو متعود ان هو بيرسم عنده ده بشكل عشوائي كده، الملكه موجوده على صح كده. لكن اللي لسه بيتعلم ده بيجي لي مستعد 100% ان هو يتعلم مني. طب خلينا نرجع تاني للفن الجداري، هل الفن الجداري بيبقى ليه استخدام ادوات معينه مختلفه مثلا؟ يعني ايه الحاجات اللي انت بتستخدمها في الفن الجداري؟ ايه الادوات؟ ايه نوع الالوان اللي بتستخدموها بتكون مختلفه عن اللي ممكن نستخدمها على الورق عادي؟ طبعا. لون الالوان نوعها ايه يعني مثلا، او الفرش او الحاجات؟ هي عامه الخامه الاساسيه بتبقى فيها الاكريليك، دي الحاجه اللي بتعزل. بس طبعا في شركات كتير من الالوان، كل شركه بتفرق يعني الخامه بتاعتها بتبقى قويه قد ايه. في خامات ممكن تبهت وتروح بعد شهر، في خامات ممكن تقعد 12 سنه، في الوان بتبهت بعد ما تتلون على طول، اول ما تنشف تلاقيها تغير اللون، اتغير. بالظبط. في الوان مهما قعدت سنين زي ما هي.
فتفرق الخامات دي عن بعضها. ده بالنسبه للالوان يعني. طب ما انا عايز اسالكم على حاجه، المعنى اللي انتوا بتقولوه ده انه الكواليتي والسعر، يعني في حاجات رخيصه ممكن تبهت بعد ما بتخلصوا، في حاجات انت بتقول تقعد ب 12 سنه بالزبط. فده معناه ان انتوا بتتكلفوا في الالوان جدا طبعا جدا. طب احكي لي بقى، في ظل غلاء الاسعار وفي الكلام ده، ان انتوا ترسموا على الجدار ده ممكن يكلفكم كام مثلا؟ انت ترسم على جدار كبير زي اللي احنا شفناه من شويه ده؟ لا لا، هي بتبقى ميزانيه كبيره يعني، بتعدي عامه 30 او 40. 30 او 40 الف خامات. 1000 صح؟ مش 30 او 40 جنيه. لا لا، 30 او 40 الف عشان ترسم على حيطه طبعا. المساحه تبقى كبيره، كبيره زي دي. ده غير المجهود، اعلى كواليتي يعني. الموضوع يعني طلع مكلف. اي طبعا، لان الخامات بتبقى خوارج يعني، انا بشتغل بخامات خارجيه بتستحمل بقى شمس، بتستحمل اتربه، مطره، غسيل، اي حاجه. غير الاماكن الداخليه، غير الدهانات اللي بتبقى موجوده في داخل البيوت. غير لو انا هشتغل مثلا حاجه فيها موزايك، حاجه فيها سيراميك، ده بيكلف. هركب قطعه نحت، دي بتبقى فيها تكلفه طبعا. طيب هل شايف ان الناس بقى عندها ثقافه ان انا ممكن ادفع في حاجه زي كده عشان ازين بيتي من بره، ولا شايف الناس لا لسه مش يعني عقليتها ما تجيبش ان انا ممكن ادفع الرقم الكبير ده في ان انا ارسم رسمه على بيتي؟ لا لا، هو طبعا الثقافه في مصر عامه، احنا في بلد حضاريه يعني، وكل الفن موجود اساسا هنا، يعني الناس بتاخد مننا بس احنا مش بناخد من حد. فلا، الناس طبيعي بتحاول تعمل ماركتنج بالنقطه دي. عصر السوشيال ميديا خلى ان اي حد دلوقتي عايز يسوق لنفسه، يسوق لمكانه، بيسوق بالشكل بتاعه يعني. فدي كل الناس متفهمه جدا الحته دي، يعني اللي بيفرق معاهم ميزانيته هو تسمح ولا لا. صحيح. طيب خلينا نروح لنقطة مهمة جدا عشان وقتنا، ويمكن دي أهم حاجة يعني على ما أتصور في في في, في مرحلة أو أهم رسمة ممكن تكونوا رسمتوها. أنتوا جيران شيكابالا أو من النوبة، يعني من بلد النوبة صحيح؟ واللي أنا عارفاه إنه شيكابالا عمل لكم مفاجأة وجالكم ورسمتوه صحيح؟ ده حقيقي. احكوا لي بقى القصة الرائعة دي، لأنه ما فيش حد زملكاوي ما بيعشقش شيكابالا وما بيحبش شيكابالا، فبالتاكيد دي كانت يمكن احلى مفاجاه حصلت لكم. هي الفكره احنا كنا ساعتها واقفين، يعني قرار ان احنا ندي كل انسان قيمته، نرسم جداريه كبيره. فقلنا ونزلنا على السوشيال ميديا اللي عايز يعني بعتوا لنا صور وصوركم علشان خاطر نعملين لكم مفاجاه. فناس كتير جت، قلنا لهم المكان اللي احنا قاعدين فيه، فمن ضمنهم شيكابالا جالنا وقال لنا انا ارسموني يعني. جه فاجئنا وكان صحابه معايا وكده يعني. ببساطه كده جه وقال لكم جه زي كده عليه وكان مستخبي وارسموني. المفاجاه يعني، لا احكي لي، ما تحكيليش كده كان يعني حد كده يعدي في المعدي ده شيكابالا. لا انا ما استوقفتش. ايوه احكي لي بقى، قولوا لي مشاعركم ساعتها بعد ما روحنا. استوعبنا احنا كنا في البدايه مش عارفين هو ايه اللي بيحصل، وانا نفس الوقت يعني كنت بحاول ان انا اخبي عليه طبعا ان هو واقف في شارع عمومي، فممكن الناس كلها بقى تيجي تتصور بتاع مش هيعرف بالظبط. فانتوا كنتوا بتحاولوا تحافظوا على السريه بتاعت الموضوع يعني. دي الرسمه بتاعت شيكابالا وكان واقف قدامكم، دي بقى المفاجاه بتاعتنا احنا ليه. تخيلوا كمان كريستيانو، انتوا مترسمين كريستيانو، تلاقوا كريستيانو كده معدي معدي من جنبكم كده يقول لكم ارسموني. انتوا رسمتوا شيكا وادم جنبه. وادم رسمه رائعه يعني. هو بعد ما فاجئنا ان هو جالنا وقال لنا انا حبيت الفكره بتاعتكم وفكره الجدار اللي انتوا بتعملوه وعايزه ترسم مع الناس، حاولنا بقى ان احنا نفاجئه بعد كده ان احنا نرسم له رسمه هو وابنه، يعني بمناسبه ابنه الجديد. بالتعاون مع باشمهندس عمرو صاحبه برضه. ايه؟ بالتعاون مع باشمهندس عمرو صاحبه. هو اللي ظبط لكم الموضوع. هو اللي رشح لنا المكان، قال لنا انا عندي مكان حلو ممكن تعملوا له مفاجاه فيه وهو يقدر يجي. رسمتوا الرسمه الثانيه فين؟ دي اول رسمه، دي انتوا قلتوا لي دي كانت في اسوان اول رسمه. دي الثانيه؟ اوكي. طب لا، الرسمه الاولانيه كانت فين؟ لا، الرسمه الاولانيه دي كان جدار فيه حوالي 300 وش. 300 وش، دي اللي هو فاجئكم فيها وعدى عليكم بالظبط. دي كانت فين؟ ده هو دي الرسمه الاولانيه. دي. اوكي، دي تمام. دي كانت فين؟ دي في اسوان. دي كانت في اسوان، دي اللي فاجئكم فيها. الرسمه الثانيه دي شيكابالا ونوح ابنه الجديد. تمام. ودي بقى اللي انتوا فاجئتوه بالظبط، فاجئتوه بيها. طيب رد فعله بقى على المفاجاه لما شافها؟ كان مبسوط جدا يعني، وكان يعني كان احنا سافرنا
وهو كان عايز يجي يتصور وكده وهو سافر، فهو قال لنا ان كان نفسي نيجي نتصور معاك وجنب الجداريه ولا، وكل الناس صورتها له ومبسوط بيها والناس عملت له منشن كتير. يعني شيكا بيمثل ايه لاهل اسوان؟ ابن اسوان يعني. انا اهل اسوان قد ايه بتبقوا فخورين بشيكا يعني حاجه زي كده؟ انا عارفه انها بتنقل حب الناس لشيكا، يمكن مش فكره بقى في يعني فكره انه يعني اسوان، بحس ان الناس كلها هناك فخوره بشيكابالا بغض النظر بقى عن فكره زملكاوي ولا مش زملكاوي. ابنهم وعلى راسهم فوق، واسوان بتحب الفرحه وبتحب تفتخر باهل بابنائها. وهو لا، هو بالنسبه اول ما بينزل اسوان كله بيروح على طول، كله بيسال. ابن بار باهل بلاده اكيد طبعا، مشرف اسوان كلها يعني. لعيب عالمي زي شيكابالا اكيد الناس كلها تفتخر بيه، خاصه اهل بلده بالتاكيد. يعني. طيب قول لي ايه اكتر رسمه كانت صعبه بالنسبه لكم وخدت منكم مجهود، واكتر رسمه فخورين بيها ايه بقى؟ كل الجداريات ليها فكره. بغششك. لا، هي كل الجداريات ليها فكره وكل الافكار خدمات مجتمعيه والناس بتنبسط بيها واحنا بننبسط بيها، لكن كفكره مميزه يعني كفكره مميزه او حاجه مميزه. انا بالنسبه لي بحب حقوق المراه قوي. حقوق المراه. بحب ارسم انا معاكي جدا. المراه جدا يعني، انا معاكي جدا، وفي لينك كده ما بيني وما بينك من اول ما الحلقه بدات. بس فالمراه لازم تاخد حقها. كل الناس بتقول في المجتمع انها اخذت حق، بتاخد حقوقها. لا، حتى الان في اماكن ما بيوصلهاش فكره حقوق المراه. زائد ان انا ببص على الطفله البنت حقها برضو مهضوم، عشان ويعني من ضمن المبادرات احنا دخلنا فيها مبادرة اسمها دوي تبع اليونيسف. المبادرة دي جميلة جدا، ابتدت تقريبا من 2019 واحنا معاها من البداية. هي دي المبادرة اللي انت تتكلمي عليها. هو الولد ده طبعا المبادرة بتدعم كل الاطفال. والولد ده فيه ميزة، هو ذكي جدا وكويس ويعني طبعا كويس سبحان الله. بس مش بيتكلم ومش بيسمع. اوكي، ده الولد اللي في الرسمه دي، ده حقيقي؟ ده هو اللي معاكم في الصوره. فهو كان قيمته مش موجوده في المجتمع، وكان الاطفال يعني بيتنمروا عليه مش مدينه قيمته. اول ما اترسم المجتمع كله حواليه احترموه وراح يصور معاه وبداوا يتكلموا عنه. فهي دي الفكره بتاعت ان انا اكرم شخص وارسمه. الناس بتحترمه وبتدي له قيمه. تخيلي حضرتك الاطفال البنات لما يترسموا ونكرمهم ويبقى ليهم يعني الاهالي نفسها هتهتم. لو الام مش مهتمه باطفالها، لا انا ههتم علشان خاطر فعلا يستاهلوا، لان هم يعني العمود بتاعها لما تكبر. صحيح، يعني دي حمله الى حد ما ضد التنمر على الاطفال وضد كل حاجه سلبيه ضد المراه وضد الطفله الصغيره. دي مؤخرا دي الحاجه اللي انتوا بتشتغلوا عليها دلوقتي مؤخرا؟ شغالين عليها من زمان. شغالين عليها من زمان. دي اكتر حاجه ليها؟ دي بالنسبه لي اكتر حاجه ليها طبعا يعني. لازم دي حاجه انسانيه. وبعدين طب انا عايزه اعرف منك قصه البنت دي. البنوته دي من ضمن المبادره. دي جميله قوي البنوته. دي ما شاء الله جميلة يعني خالص. أيه. جميله. دي يعني هي البنت دي فكره ان انا برسم الاطفال البنات ليه؟ عشان هي بتبقى فيها مميزه، بتبقى ملهمه لباقي البنات علشان خاطر البنات تشوفها وتحاول تغير من سلوكها. لو البنت مثلا بتتنمر على صاحبتها او بتعمل ما بتسمعش كلام مامتها او كده، لا البنت دي شخصيه، ليها شخصيه حلوه ومؤدبه جدا. رغم ان هي لو حد ضايقها لا بتعرف ترد بكل ادب. ويعني شفنا منها تصرفات كويسه فحبينا نرسمها، عشان غير كده كل صحابها بقوا يسالوها انت اترسمتي ليه؟ فبتقول لهم انا ما اعرفش. فلما جم سالونا قالوا يعني قلنا ان هي لا بتسمع كلام بنت بره باهلها وبصحابها وكده، فكلهم بقوا يقلدوها، خلاص احنا هنعمل كذا وكذا عشان ترسمينا. ده دافع طبعا. حلو جدا. يعني انتوا من فكره بسيطه جدا هتقدروا تغيروا افتكر تصرفات وشخصيات اطفال كتير جدا للافضل. يعني فكره ان انتوا التربيه الايجابيه بتستخدموها بطريقه غير مباشره زي العلاج الفني كده. كانت من ضمن المبادرات برضو اللي هي مبادره المعاناه السويسريه. دي كانت بيعملوا يعني بالاماكن العشوائيه بيجددوا الميه والصرف وبيطوروا الحاجات دي كلها، فكانوا عايزين يعملوا حمله توعيه عشان يشاركوا المجتمع فيها. فاحنا شاركناهم من ضمن المشاركات ان احنا بنعمل لهم جداريات في الشوارع بتعرفهم ازاي يحافظوا على الميه. بنعمل لهم بروشور بيقروه، بنعمل لهم ورش بنعلمهم ازاي يحافظوا على الميه وازاي يتعاملوا معاها بطريقه افضل.
فعدى ولد علينا كده بعجله فبيقول له انت بترسموا ليه؟ قلت له انت فاهم ايه؟ قال لي اللي انا فاهمه ان انتوا بتعلمونا ازاي نحافظ على الميه وبترسموا. قال لي الواد ده شبهي المرسوم بجد؟ فعلا شبهه. بيقول لي ده شبهي انتوا عايزين تفرحونا يعني؟ قلت له بالظبط هو ده يا حبيبي. انتوا مبسوطين؟ قال لي اه يا ريت تيجوا ترسموا هنا كتير، انتوا فرحتونا، المكان كان ميت، كان ميت يعني، بس ما لحقتش اصور ده. بتعملوا احياء للمكان، الالوان والحاجات دي بتفرق بشكل كبير، هي نفسيا الطاقه الايجابيه طبعًا بتاعت المكان. الفن عامه بيفرق لاي حد. تعالى نختم بقى بالصوره دي، لازم نختم بالصوره دي. محمد صلاح. محمد صلاح يعني صورة جميلة جدا، أكتر شخص اترسم في مصر. كل احنا عاملين له خمس جداريات محمد صلاح. محمد صلاح لوحده خمس جداريات. طبعا ده يعني ده فخر العرب فعلا. طيب احكوا لي بقى عن الرسمة دي، دي واحدة من الخمسة اللي انتوا رسمتوها. دي أحلى واحدة؟ لا كلهم لزاز يعني، كلهم حلوين. مش من يشهد العروسة هي كل واحدة مختلفة يعني عن التانية، كل واحدة بطريقة، دي ألوان، في واحدة أبيض وأسود كده يعني. في حد يعني قدرتوا توصلوا حاجة إنه يشوفها تبعتوا، حد يبعتها له أو كده؟ هو ناس كتير بتعمله منشن بس أنا ما تعرفيش هي وصلت له ولا لا. يعني نحاول نشوف الموضوع ده، لو حد يقدر يساعدكم ان الصور توصل لمحمد صلاح بقى، دي تبقى بقى ايه مفاجاه كبيره بقى دي يعني، يا رب ان هو يشوف الله الصوره وممكن يرد عليكم، دي تبقى حاجه اكيد ده التوب ليفل بتاع الطموحات والامال. اكيد طبعا. قول لي احلامكم بسرعه في الفتره اللي جايه سريعا جدا. قول. الفنانين ما لهمش احلام، الفنانين عايزين يشتغلوا بس يعني. عايزين نطلع طاقتنا يعني. انا ما مش بيفرق معانا بالجداريه مثلا كم متر، لو على العماره بنعملها بيبقى عندي طاقه لو انا نفسيا حاسس ان انا هعمل حاجه منها، لكن لو نفسيا مضغوط ما بقدرش اعملها يعني، هي الطاقه بتجيلنا لوحدها. فكره ان انت تفرحي الناس وبتاخدي منهم طاقه حلوه فبتكملي يعني، احنا بنحب المشاركه المجتمعيه جدا جدا، بنحب نفرح الناس يعني. انا سعيده يعني بيكم جدا وفرحتوني انا شخصيا، وشغلكم حلو جدا. شرفنا بيك حبيبتي، مبسوطه جدا بوجودكم معايا النهارده، وميرسي ليكم. دايما بنحب نوريكم النماذج الموهوبه الزملكاويه طبعا اللي زي مها وعلي. يا رب تكونوا اتبسطتوا بحلقه النهارده، ان شاء الله اشوفكم بكره في حلقه جديده، ودايما نهاركم ابيض بخطين حمر.